السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يومكم كله سعادة وهنا وراحة بال ورضا من الرحمن، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، مشاهدين شاشة قناة النهار، وحبايب قلبي مشاهدين مطبخ خالة، أهلا بيكم. حلقة جديدة وهنقدم وصفة اقتصادية، هنعمل مع بعض النهاردة البرجر الاقتصادي. إزاي برجر وإزاي اقتصادي؟ يعني نص كيلو لحمة مفرومة أيا كانت، بلدي، مستوردة، أيا كان النوع، هنخليها إن شاء الله مع بعض تبقى كيلو. النص كيلو هيرمي معايا كمية كبيرة جدا من البرجر، سواء تقدري تعمليها سندوتشات حلوة كده زي الأستاذ أحمد عبد الحميد بيعكسها لنا، تقدري بقى تعمليها دبل، تعمليها واحدة برجر واحدة، الدبل أنت عايز دبل. أستاذ أحمد يا جماعة من قبل الحلقة موصي على الدبل، من هنا هي الاثنين. نقدر نعمله سندوتشات ونحط بصل وطماطم وعيش كايزر، نقدر نعمله برجر كده زي ما هو ونعمل جنبه شوية مكرونة، الولاد بيحبوا الأكلة دي جدا، يعني ده ينفع وده ينفع. الأصل كله إن إزاي نص كيلو لحمة مفرومة أزود الكمية بتاعته من غير ما أثر على الطعم، ويبقى طعمه حلو وكمان طري جدا. أول مرة هتشوفوا النهاردة معانا البرجر طري، مش البرجر اللي بيشد أو ناشف أول ما بيشم النار. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير الأساسية بتاعتنا نص كيلو لحمة مفرومة، هيبقى معاها كوباية بقسماط ويتحط عليهم كوباية مية، هحولهم لعجينة بقسماط تتحط على اللحمة المفرومة، بتزود الكمية، طعمها ما بيبانش، وفي نفس الوقت بتخلي البرجر بتاعنا جوسي قوي طري كده، وهتلاقي البرجرية كده طرية جدا، مش اللي انت متعودة عليه بيشد معانا. طيب هنطعم بقى العجينة بتاعتنا دي كلها بإيه؟ معلقتين كبار نشا، برضو لزوم التماسك، ملح وفلفل وبابريكا وبهارات برجر اللي هي الاكياس دي لو موجودة عندك، مفيش عندك ممكن تحطي بدلها اي بهارات فراخ، بهارات لحمة، مفيش اي مشكلة خالص. نقول المقادير تاني، نص كيلو لحمة مفرومة، كوباية بقسماط وهتتعجن بحوالي كوباية مية او اكتر كمان، وعندي بعد كده بهارات برجر ممكن بدلها بهارات لحمة، معلقتين كبار نشا وبابريكا وملح وفلفل اسود بس كده. بعد كده لو انا هعمل سندوتشات هكمل بقى الوجبة الاساسية بتاعت البرجر، فهيبقى عندي عيش كايزر وكمان في كاتشب وعندي مايونيز، عندي الشيدر بتاعت السندوتشات، كابوتشا، طماطم متقطعة حلقات، وكمان بصل متقطع حلقات. ده الكلام ده لو هتكملي السندوتشات. هتحتاجي شوية الحاجات دي وممكن تضيفي تزودي تنقصي زي ما انت عايزة، مفيش اي مشكلة خالص عندنا. اول حاجه هنعملها طبعا انا بسخن الجريل كويس قوي، دي اساسي معايا، اساسي معايا. استنى عشان البوتاجاز هنك، بس على مين على مين على مين على مين. طيب نسيبه شويه كده يهدى معانا ونرجع نشغله تاني. ايوه بس هو ده. يا استاذ احمد بيقول لك اهم من الشغل ايه؟ ظبط الشغل. احنا بقى اللي بنعمله دلوقتي بنظبط الشغل. يلا بينا مع بعض نشوف البرجر الاقتصادي، نشوف دلوقتي نص كيلو اللحمه المفرومه ده ازاي هيزيد باذن الله ويبقى يديني كيلو بالظبط. بص يا ستي، اول حاجه هنعملها هنجيب بس كده ايه معلقه وهننزل الاول اللحمه المفرومه النص كيلو اللي اتفقنا عليه اهو، كسره بس الاول كده بالمعلقه، وبعدين هحط عليه التوابل بتاعته ألا وهي ملح، بسم الله شوية ملح كده حلوين، وكمان فلفل اسود. فلفل الاسود في البرجر يا جماعة حكاية تحفة، بيديله طعم البرجر الامريكي اللي متعودين عليه في المطاعم الكبيرة اللي موجودة، ده اسمه البرجر الامريكي. فالفلفل الاسود كل ما تزوديه في اللحمة المفرومة يديكي نفس الطعم اياه. بعد كده شوية بابريكا تدي كده طعم تدخينة حلوة قوي للعجينة بتاعتنا، وزي ما قلنا بهارات البرجر اللي هي بتبقى اكياس شركات وممكن بدلها بهارات لحمة العادية خالص. وبعد كده النشا، معلقتين كبار نشا بس كده يا جماعة. دي كده التوابل والبهارات كلها اللي هتتحط الأول على اللحمة المفرومة. نمشي كده مع بعض خطوة خطوة عشان أشوف إزاي أنا هزود حجم اللحمة المفرومة من غير ما أثر على الطعم، مهمة جداً من غير ما نأثر على الطعم وما نحطش
الفول الصويا، ما تحطوش فول صويا خالص، ما تدخلوش في اي اكل لاولادكم، اعملوا معروف، زودي باي حاجه انت عايزاها الا ده. بصوا بقى احنا كده حطينا التوابل والبهارات، عندي كوبايه بقسماط هعجنها زي ما اتفقنا بكوبايه ميه وممكن اكتر من كوبايه كمان. تعالوا نشوف بقى. بص يا ستي ادي كوبايه البقسماط، خد بالك كده يا استاذ احمد معانا دلوقتي من الحركه دي، شوف كوبايه البقسماط دي هنحولها ازاي لعجينه بقسماط تنفش معايا. ادي كوبايه ميه على كوبايه البقسماط، ولو حسيت انه شرب الكوبايه ومحتاج تاني هحط له ميه تاني مفيش مشكله. بصوا قلبي بقى كده، طول ما انت بتقلبي البقسماط عامل زي السميد بتاع البسبوسه، طول ما انت بتقلبي فيه بيقعد يشرب الميه ويتقل. بصوا هيتحول لي العجينه، شفت بقى الحركه دي اللي بقول لك عليها، اول ما حطينا الكوبايه على البقسماط كانت الدنيا سايحه، دلوقتي بقى شوفوا بيتماسك اهو، شرب الميه، لا هو كده مش عايز تاني. يبقى مقدارنا المظبوط بالظبط كوبايه البقسماط عليها كوبايه ميه بعجنها بيها، كويس كده. اهم حاجه عندي بقى يا استاذ احمد بص كده، ان العجينه ما تكتلش معايا، تبقى سايحه كده وانا بحطها على اللحمه. الحقي بقى بسرعه قبل ما تشرب الميه اكتر واكتر وتبص تلاقي نفسك محتاجه تزودي ميه تاني بالمنظر ده. والبقسماط ملوش اي طعم خالص مع اللحمه المفرومه. دلوقتي بقى نعجن العجينه الحلوه بتاعتنا دي، شايفين ازاي اهي ما شاء الله، كل شويه البقسماط هيقعد ينفش اكتر واكتر ويديني كميه عجينه برجر حلوه قوي، ريحه البرجر كمان طالعه، البهارات بتاعه البرجر اللي حطيناها دي ريحتها حلوه قوي. بصوا يا جماعه ايه اللي بيحصل، اللحمه عماله تشرب عجينه البقسماط وعماله تزيد في الحجم ازاي اهو. لو عندي ميزان دلوقتي كنت وزنت لكم النص كيلو لوحده الاول وبعد كده وزنتها دلوقتي، تعرفوا الفرق بالشكل ده ما شاء الله عليها اهي. افضلي عجيني فيها، خلي البقسماط يتداخل مع اللحمه، يعني يبقوا كلهم خلاص قطعه واحده، وكل الطعم اللي طالع هو طالع لي طعم اللحمه بالتوابل والبهارات اللي حطيناها فيها، مش اكتر من كده اهو يا جماعه. ويا ريت اللحمه يبقى فيها عندك ايه نسبه دهون شويه، اسمها ملبسه، يعني اللحمه بتاعتك تبقى ملبسه فيها نسبه دهون. كمان البقسماط فيه ميزه حلوه قوي، الحركه اللي احنا عاملينها دي ما بيكشش، ما بيخليش البرجر بتاعنا يكش. وميزه تانيه انه بيخلي البرجر بتاعنا قطعه البرجر طريه جدا. بص يا استاذ احمد يعني كل ماده عماله تشرب البقسماط والعجينه تتماسك اكتر. بصوا اهو ده كده دلوقتي يديني وزن ممكن كيلو، ممكن اقل حاجه بسيطه اهو. شايفين كمان العجينه طريه خالص ازاي ما شاء الله عليها. بصوا كل ما هتسيبيها كل ما هتتماسك اكتر واكتر، خلاص ما بقاش فيه بقسماط، خلاص ملوش وجود. اللي حاصل دلوقتي اللي قدامي عجينه طريه ونفشه والتوابل والبهارات مدينها طعم في منتهى الجمال. ادي شكل العجينه بتاعنا بالمنظر ده. هنجيب بقى طبق علشان نكور الاول العجينه دي، ولو عندك وقت يا ريت بعد ما تعملي الحركه دي تسيبيها في الثلاجه 10 دقايق، هتلاقيها تماسكت اكتر وتشربت البقسماط اكتر وتقدري تكوريها اكتر واكتر وبسهوله اكتر. هي بصوا اهي انا عماله بس ايه بتقل عليها سيكه كده على ما تتماسك اكتر واكتر، شايفين المنظر؟ ايه رايك بقى يا استاذ احمد في الحلويات بتاعتنا دي؟ هنجيب بقى كده بوله صغيره ونحط فيها شويه زيت علشان امسح ايديا بيهم اعرف اكور الكرات اللي بعد كده هتتحول معايا لبرجر عالمي ان شاء الله. يلا بينا بسم الله. ادي كده الطبق هنا وادي البوله الكبيره وادي البوله الصغيره اللي فيها الزيت، مسحه زيت كده على ايديا عشان العجينه عندنا ناعمه فمحتاجه شويه زيت عشان ما تلزقش في ايديكي. وهناخد كده ادي اول كوره معانا بسم الله. بصوا بتنعم ازاي، شايفين الجمال؟ بصوا تماسك ونعوميه في نفس الوقت، ايه المعادله الصعبه دي؟
بفضل الله حلينا المعادلة الصعبة. شايفين الكرة عاملة ازاي؟ تحفة اهي. ماشي تاني، حاولي بقى على قد ما تقدري تخلي الكرات كلها قد بعضها، ولو ان انا عارفة احنا عندنا في بيوتنا صعب يعني، ايدينا مش ميزان، الا لو هتوزيني بقى يعني لو ربنا يكرم كده وتعملي مشروع حلو ووزني بقى، توزني الكرات كلها تبقى قد بعضها اهو يا ستي. تاني يلا. استاذ احمد بيسالنا سؤال حلو استاذ احمد وجمهور الكنترول يا عم ماشي بيسالوا ليه في برجر بيكش وبرجر لا؟ خليت لك السؤال عام اهو اهو. ليه بيكش؟ ده على حسب نوع اللحمه، على حسب نوع اللحمه. مش هقول اكتر من كده، على صفحتي انا ممكن اشرح لكم اكتر من كده بصراحه، لكن دلوقتي مش هنعرف نشرح اكتر من على حسب نوع اللحمه. ولما اللحمه بتكون ملبسه شويه يعني بتنزل نسبه دهون، والبرجر بيتشوي على عين البوتاجاز ما بيكشش قوي. حركه بقى البقسماط اللي احنا عاملينها دي ان شاء الله مش هيكش نهائي باذن الله. بصوا تخيلوا كل الكرات دي بالحجم ده واصل اللحمه كان نص كيلو، حد يصدق هذا الجمال؟ يلا بينا تعالوا نعمل دول كفايه، ست وحدات بست برجرات، ولسه عندي تاني اهو. اللي عندي اللي باقي عندي في البوله ده حوالي نص كيلو لوحده، صح ولا لا يا استاذ احمد؟ ده حوالي اهو والله واكتر كمان اهو، يعني انا عايز وحدات وكمان لسه عندي بتاع نص كيلو لحمه يعمل لي برضو يعني ست. متخيلين يا جماعه؟ تعالوا بقى ايه نركن ده كده على جنب ونشوف هنشكلها ازاي. عندك علبه جبنه مثلثات تشكلي بيها مفيش مشكله، لو ما عندكيش المكبس ده. طبعا المكبس ده يعني يا جماعه حاجه رخيصه جدا وموجوده في محلات مستلزمات المطبخ، فيا ريت يكون موجود عندك لانه بيدي شكل البرجر الجاهز بالظبط. بقطع كيس كده حته من فوق وحته من تحت، بحط كده بين الكيسين وهمسك كده واضغط بالراحه خالص عشان البرجر بتاعنا طري جدا اهو كده. يا سلام يا سلام، وهو ده الكلام يا باشا. بصوا اهي، اتفضل يا باشا، ايه رايك؟ واحده كمان عشان خاطر استاذ احمد، عشان خاطر، مش عشان خاطر لميس، لا عشان خاطر استاذ احمد سمعتيني يعني. بصوا يا جماعة تاني، نحط كده، هفردها كده الأول عشان دي بس ما ادتنيش دي كاملة، هعدلها لكم دلوقتي. فنفرد بس كده الأول، بصوا ازاي كده، وبعدين أبصمها بقطعة المكبس اللي فوق، دوس عليها كده بس يا باشا. تيجي نشوف الجمال أهو، علبة الجبنة المثلثات هتديكي نفس النتيجة بالشكل ده. تعالوا نعدل دي، حاسة ان انت عايز تقولي مش عاجباني، عيب عليك، بعين الفنان اللي جوانا لازم على طول نشوف ايه اللي مش مظبوط. حلوة عين الفنان دي او كده، لو ما ظبطتش بقى يبقى عين الفنان اللي عندنا دي مش مظبوطة خالص يعني. لا والله ظبطت اهو. بص مثلا يلا بصوا يا جماعه، بحط الكره الاول بين كيسين، دي اهم حاجه، واظبطها كده الاول كده. شايفين ازاي بكف ايدي كده اهي، وبعدين اروح مبصماها، وممكن كمان غطا برطمان يديكي نفس النتيجه. حلوين بقى كفايه قوي التلاته دول كده، نشتغل ايه، نشتغل عليهم بقى عشان نلحق نسوي ونلحق نشوف هنعمل السندوتشات ازاي. معلش يا جماعه وقتنا مش ملكنا، مش هنستنى لما مخرجنا يطردنا. تخيلوا نص كيلو اللحمه المفرومه كده يا استاذ احمد، بقى قول لي هيدينا برجر قد ايه؟ احنا عملنا ستة وكان باقي حتة لحمة تعمل لي كمان ستة، يعني نص كيلو اللحمة المفرومة هطلع منه ست وحدات برجر الحجم الكبير، انتوا متخيلين؟ يلا نعلي النار
عشان لازم يا جماعه الجريل او الطاسه اللي هتقلي فيها او هتشوحي فيها البرجر لازم تكون سخنه كفايه. 6 دبل. انت مصمم على الدبل؟ واخده بالي، واخده بالي يا باشا. حاضر يا باشا. عارفين استاذ احمد بيلمح كده من بعيد لبعيد. ماشي يلا بينا. فرشه حلوه، وزع كده الزيت بالشكل ده. اصبري على الجريل. الجريل بقى ان شاء الله يكون عندك جريل محترم، ويا سلام لو يكون جريل مثلا حديد ظهر كده حلو، ما فيش حاجه تلزق فيه ابدا ابدا ابدا. لو عايزين اكتب لكم الجريل الحديد الظهر الجميل ده انا جايباه منين اكتب لكم على الصفحه ان شاء الله، انه بجد مهم جدا جدا في عمايل الكفته والبرجر، الحاجات اللي محتاجه انها ما تلزقش. بسم الله. بصوا بقى، هاخد كده البرجر كده على ايدي وروح منزلاه كده هنا بالشكل ده، وهنا وهنا ناخد التالتة. وتقدري تفرزيه تشيليه في الفريزر بعد ما تعمليه كده بالشكل ده، تشيليه مش اي كده خالص، على بقى ما ياخد اللون الحلو بتاعه نعمل الصوص الحلو اللي هطعم بيه السندوتش. خدي كده شوية مايونيز على كاتشب كده ويكونوا قد بعض، وهقلبهم في بعض وخلاص. يعني مثلا ادي كده ايه معلقتين كده ولا حاجة مايونيز، عشان بقى نعمل للولاد نفس بالظبط الطعم الجاهز. بصوا على بعض كده، كاتشب ومايونيز دول حلوين قوي، دول بيدوا نفس طعم الصوص اللي بره اهو. عندك خيار مخلل طلعي خياره مخلله كده وفرميها بالسكينه وحطيها عليها. ما عندكيش كده زي الفل كده، الطعم حلو قوي. بصوا اهو اداكوا حتى ايه قريب من اللون شويه اهو، ده كلام زي الفل. احنا كده جاهزين. تعالوا بس نشوف اخبار البرجر بتاعنا ايه. بيتحرك معاكي اقلبي، ما تحركش ما تقلبيش. واو ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بهزها الاول، دي لازقه شويه ماشي، هستنى عليها شويه. ده اتقلب معايا على طول، وطبعا ده الفرق بين الجريل الحديد الظهر وبين العادي. شوفوا الحديد الظهر ما شاء الله اداله لون وابتدى يستوي اهو، وكمان مش لازق. سامعين الصوت ده؟ بصوا دي لسه شويه. ها الاخبار الاخبار، يلا ما شاء الله. بصوا اول ما تحطوها لو جيتي تشيليها هتتهري منك وتلزق، سيبيها ما تجيش ناحيتها، اصبري عليها خالص. شوف هنا ايه الدنيا، نديها وش تاني. يا حلاوه البرجر بتاعنا المتماسك اللي انا عماله اشيل واحط فيه واجيبه يمين واجيبه شمال. صح يا استاذ احمد؟ واللي ما بيكش والله الله ينور عليك، انا كنت ناسيه الحته دي. واللي ما بيكشش ابدا يا جماعه، زي ما انتم شايفين زي ما حطيناها بحجمها. وعرفنا ليه، عرفنا ايه السر، زي العسل. تيجوا بقى نعمل حركه كده في البصل بتاعنا مكان البرجر، نجيب دي تاني كده فيها الزيت بتاعها. وخدوا بالكم من حاجه، البرجر بتاعنا فعلا فعلا مكشش يا جماعه، دي حاجه مهمه جدا. هنزل بالبصل اللي انا هحطه جوه السندوتشات، اديله تشويحه كده مع رشه ملح، بتدي طعم في منتهى الجمال لما بنعمل الحركه دي. رشه ملح بسيطه كده، نقلب. احنا مش بنقلي بصل، احنا يا دوبك ايه بنديله بس بياخد طعم وريحه البرجر مكان البرجر، وبيدبل كده سيكه، ما تبقاش كده البصله في السندوتش تحس انها ايه نيه كده. ده تمام اهو، خد بس ايه السخونيه كده، عارفين سنه كرمله بسيطه جدا. عايزين نشوف اخبار البرجر بتاعنا ايه. الله الله، عايزه اقول لكم الريحه والطعم بقى عسل. اوعوا تنسوني في دعوه حلوه ان شاء الله اهو.
تمام زي الفل. نشيل البصل. تعالى يا عم، احنا كده مش هنعرف نتحكم فيه. كل حاجه كده ايه، بنديها لسعه كده وبنديها طعم البرجر بتاعنا. المنظر ده، ما هذا الجمال. النهارده فتحنا مطعم، النهارده هياخدوا مننا الوصفه. بعد كده برضو مكان البصل هنزل بالطماطم تاخد لسعه بسيطه اهي، هكذا. يبقى احنا عملنا الصوص اللي هنطعم بيه السندوتشات، وادينا كمان للبصل لسعه كده كرمله بسيطه قوي، وبعد كده نزلنا كمان بالطماطم. كل ده واحنا بنحمر البرجر واحنا واقفين. طماطم بقى مش هتاخد مننا وقت، عشان انا مش عايزاها تدبل ولا تنزل ميتها، انا بديها بس ايه لسعه بسيطه كده. ريحتها طالعه حلوه قوي ما شاء الله. والبرجر بتاعنا خلص، والله خلص يا جماعه. يلا بينا، اول واحده فين اهي، بصي شايفه، شايفه التماسك، شايفين المنظر، بصوا ولا كلمه. يلا يا باشا، ما شاء الله عليها، اللهم بارك. يعني شويه برجر النهارده هتحبوه جدا، هتعملوه بعد كده بالطريقه دي باذن الله. كده احنا جاهزين نعمل احلى سندوتشات. عايزين نطلع الطماطم، اوعوا ننساها. يلا بينا، وادي الطماطم كمان. يلا ريق الجري، ما تنكريش من عينيا. مش هقول لك يا ستي تدفعي كام. يلا يا ستي، بس كده خلاص، كل شيء جاهز. يلا بينا ونعمل. هعمل الاول ساندوتش دبل كده حلو لمخرجنا استاذ احمد عبد الحميد، مش هقدر اكسر لك كلمه. وبعدين هنعمل واحد صغنطوطي كده للميس، يلا زي بعضه. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنطعم الاول العيش بالصوص اللي احنا عملناه، اللي هو كان كاتشب على مايونيز، الاثنين قد بعض، معلقتين ومعلقتين، ثلاث معالق ثلاث معالق، مفيش اي مشكله خالص، ماشي كده اهو. وبعد كده هروح جايه حاطه واحدتين كابوتشا كده، طول وعرض كده تبان كده من الساندوتش. بص يا استاذ احمد المنظر، ايه رايك؟ تعالى كده هنا، حلو الكلام، حلو الكلام. يلا يا باشا، والبرجر سخن كده، هروح حاطه واحده، ولو عندك شرايح الجبنه الشيدر بتاعه السندوتشات تروح حطاها كده عليها كده، والبرجر سخن، خليها تطرى مع السخونيه بتاعه البرجر، تمام. وبعد كده نروح واخدين حلقات بصل. السندوتش ده هيحصل عليه خناقات، بس احنا خلاص النيه معقوده انها لاستاذ احمد عبد الحميد كده، تمام. وبعدين نروح واخدين واحده برجر تانيه سخنه كده، وبرده عليها شريحه جبنه كده. وبعد كده الطماطم بقى اللي ملسوعه دي، بصوا منظر الطماطم، بصوا المنظر. طبعا في ناس بتحقد عليك يا استاذ احمد، انا عارفه في لا لا ما تخافش، بالهنا والشفا ما تقلقش، سمي باسم الله وكل. بعد كده الجزء الثاني من العيش هحط برده عليه الصوص، هطعمه برده بالصوص اللي عملناه كده. بصوا ازاي، بصوا المنظر، الطماطم اصلا وهي واخده لسعه كده مطرح البرجر، بصوا عامله ازاي. واروح بقى ايه، حط كده العيش لورا شويه عشان يبان احنا عاملين ايه. ها يا باشا، ولا نحطها لك عيد اللي هيبان، والله هيبان. يلا اهو، خبيه من العين. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ الف هنا وشفا يا مخرجنا، يا استاذنا الهنا والشفا. نعمل واحد بقى للغلبانه اللي عماله تصوصو دي، يلا بينا. نفس الحكايه برضو، يعني نص كيلو لحمه مفرومه. لو عملتيه سندوتشات، في الساندوتش هو واحده برجر واحده، هيديكي 12 سندوتش، انتم متخيلين؟ بصوا بطعم كده بالصوص كده هنا اهو، وزي ما اتفقنا هروح واخده كده ايه، واحدتين كابوتشا عكس بعض اهي كده،
ماشي. وبعدين هناخد البرجر بتاعنا كده، وزي ما اتفقنا وهو سخن كده على طول هروح نازله على طول بواحده جبنه بالشكل ده، وبعد كده حلقات بصل اللي متكرمله واخده نص كرمله. طبعا انتم متخيلين طعمها، بصوا اهو. يا سلام بقى فعلا لو عندك خيار مخلل وتروحي بقى مقطعاه كده شرايح وحطاه بقى كده جوه السندوتش كده بالشكل ده، بصوا اهو ماشي. وعلشان خاطر برضو لميس، عشان هي يعني خدت واحده برجر واحده، احنا ممكن نزود لها شريحه جبنه. يلا يا ستي عشان خاطرك بس كده. وبعد كده هنجيب الجزء الثاني من الكايزر، برضو هطعمه بالصوص عسل. زي ما بقول لكم اهم من الشغل ظبط الشغل، بس كده اهو. ها مبسوطه يا ست لميس؟ مبسوطه مرضيه؟ رضيناك يا اهو قطعه جبنه زياده، اظن يعني خلاص بقى كده ملكيش حجه. الف هنا وشفا ليكم جميعا. عملنا مع بعض النهارده البرجر الاقتصادي بمنتهى السهوله، ازاي نخلي نص كيلو لحمه مفرومه يديني بمقام كيلو من غير ما اثر على الطعم، وكمان اديله قوام طري جدا جدا واديله طعم احلى، وفي نفس الوقت يرميلي عدد كبير من السندوتشات، سواء انا عملته سندوتشات او زي ما قلت لك ممكن تقليه كده، وممكن تعملي جنبه شويه مكرونه. قد ايه الولاد بيحبوا الوجبه دي جدا. اجيب لك السندوتشات دي جنب اخواتها؟ يلا يا باشا يلا، بس ده لازم يبقى ليه علامه مميزه، ها؟ عشان انت كده ممكن تتقرقش. اهو يا جماعه ادي السندوتشات اللي عملناها مع بعض على الهوا من الالف للياء، والف هنا وشفا. ودلوقتي بقى فقرتنا خلصت، ويا رب تكونوا استفدتوا منها وتقوموا على طول تطلعي كده حته لحمه مفرومه وتعمليها بالطريقه دي. وما تنسيش تدعي لي لما ما شاء الله تلاقي بركه ربنا حته اللحمه المفرومه زادت ونفشت ورميت لك كتير. فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه ما خلصتش، اطلعوا فاصل بسرعه وارجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل، ورجعنا لكم مره تانية، بس مش راجعين كده بايدينا فاضيه، ده احنا راجعين بنجاحات قلبت السوشيال ميديا، بحالات واقعيه بتيجي معانا تحكي عن نفسها وتحكي عن حياتها، وازاي ما كانتش تفتكر ان التخسيس اونلاين ممكن يعمل كده وممكن يخلق لها حياه جديده، ما كانوش مصدقين ابدا الكلام اللي بيتقال. فاحنا لما بنجيب حاله واقعيه عاشت التجربه وبتتكلم عن حياتها قبل وبعد وكانت ايه مشاكلها اللي كانت متخيله عمرها ما تتحل ابدا، لكن بمنتهى السهوله ومنتهى البساطه منتهى الطبيعيه والامان اتحلت واتخلق لهم عن طريق التخسيس اونلاين حياه جديده، ومش اي تخسيس ومش مع اي حد، مع ضيفتي الكريمه اللي منوراني النهارده الجميله القمر دعاء سهيل، خبيره التغذيه، دكتوراه في علم التغذية البشرية، أولى مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين، مؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي، صاحبة مبادرة السمنة ناقوس خطر. ناقوس خطر حبيبتي منوراني، أهلا بحضرتك يا شيف. ميرسي يا حبيبتي، ودايما بدعي لك كل ما بتجيبي حالة معايا يا ربي يخليكي، ربنا يديك الصحة يا ربي بتتكلم عليها لازم ادعي لك يا رب يا رب مزيد من النجاح والتفوق يا رب باذن الله. عايزين بقى نرحب كمان بضيفنا، الحالة بقى اللي معانا
النهارده سليمان. ازيك يا سليمان؟ الحمد لله. منورنا. نورك يا دكتور. عايزين بقى نتكلم على حاله سليمان. سليمان نقول ثمار مبادره قسمنا ناقوس خطر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، من 199 كيلو النهارده هو 133، يعني 66 كيلو فقدهم معانا في 5 شهور ونص ومكمل. لا انا عايزه بس اقف عند نقطه مهمه. 66 كيلو. لا ده الاهم كده، كان 199 كيلو، يعني مفرد. يعني 200 كيلو. يعني انت يا سليمان بتهيألي كانت الدنيا معاك صعبه جدا. ايوه انا كنت في لبسي. والشغل برضه. هو شاب صغير، كام سنه سليمان؟ 21 سنه. 21 سنه. ده يعني انت كده كنت بجد، انا بعتبره كان بينتحر، او يعني كانت حياته كده صعبه جدا يعني. طبعا. صح؟ طبعا. ايوه كنت داخله على مرحله صعبه. بس انا لحقت نفسي الحمد لله مع الدكتوره دعاء والخبراء اللي معاها. طب ما ايه رايك بقى نفاجئ الناس ونفاجئ احنا كمان بصوره. انا بجد مشتاقه جدا ان انا اشوف صورته وهو بوزن 199 كيلو، يعني 200 كيلو تقريبا يعني. طب تيجوا نشوف الصور يا جماعه. طيب يعني انا شايفاها مفاجاه كبيره جدا. في ناس بتقول ده عمليات، اكيد اللي اجراله العمليه مش هيسيبه يطلع في حلقه على التلفزيون ويقول ان دعاء سويل خسسته وينسب نجاحه ليه. صح. اكيد لا، يعني الموضوع مش صعب ابدا، واحنا الحمد لله ما شاء الله الحمد لله يا رب. يعني انا اولى مؤسسي فكره تخسيس اونلاين، انا من 9 سنوات انا صاحبه الفكره. طبعا على مدار ال9 سنوات سنه ورا تلو الاخرى انا اكتسبت الحمد لله العديد من الخبرات يعني. بصي هنا يعني الجسم كله مليان. يعني ازاي كده؟ لا ده احنا الحاله دي لازم. لا وسمنه البطن انا عايزه اقول حاجه، كتير جدا سمنه البطن دي صعبه جدا عند الرجاله كمان اصعب. طبعا. سمنه البطن عموما دي معناها هرمون اللي يعني الكورتيزون ده بيرتفع عنده. الهرمون ده في مقاومه انسولين هنا. خدوا بالكم، مقاومه الانسولين يعني انت عرضه ان انت تكون مريض سكر درجه تانية. انت عندك مشكله كمان. الدراسات الحديثه قالت ايه؟ ان ده بتعمل تاخر في التفكير مع مرور الوقت، ممكن زياده الوزن وزياده الخلايا الدهنيه في المنطقه دي. طبعا ده يزيد على ذلك دهون القلب. ما ده 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 اصعب دي منطقه طبعا، ودي مشكله مع تانية مرور خالص. الوقت زهايمر والعياذ بالله، ربنا يا رب ينعم علينا جميعا بالصحه. فخد بالكم ان سمنه البطن هي، وطبعا البطن بتضم اهم الاجهزه لجسم الانسان. مستحيل تلك الاجهزه تقوم بدورها على اكمل وجه في ظل وجود خلايا دهنيه. لا مفيش الكلام ده، فالناس تاخد بالها. السمنه بصفه عامه فهي خطر للجسم كله وخطر للفرد وبناء عليه خطر للمجتمع. فيعني انت خد بالك السمنه فعلا ناقوس خطر. انت يعني عرضه ان انت تكون لا قدر الله لتبعيات ما بعد زياده الوزن. وهي 44 مرض، وربنا يا رب ينعم علينا جميعا بالصحه. مش بقول كده ان انا اخوفكم، لا، بما اني قابلت على مدار ال9 سنوات حالات كتير السمنه ادت بيهم لطريق مسدود، فبقول لك خد بالك عشان انا على خلفيه بناس كتير تضررت من زياده الوزن. طيب ما شاء الله قدر يعني. كنت لسه اقول لك مشكلته كانت ايه بقى؟ 66 كيلو بس. حاله حال هذه الشريحه. هو شاب الاول. شاب بالزبط. يعني طبعا شاب 20 21 سنه. طبعا. بس بدات معاه بكورس البيسلم. كورس البيسلم عشب السيليوم فيه مركز جدا. كمان علشان انا عارفه ان هو بيجوع كتير وبيحب الفاست فود وحاله حال زاويه من سنه. وقلت قبل كده ان الاحصائيه الدوليه معاناه من زياده الوزن داخل الشعب المصري هي شريحه الشباب او الشريحه العمريه ما بين ال18 لل35. دي اكتر الشرائح داخل المجتمع المصري تعاني من زياده وزن. فسن الشباب. ودايما اقول يعني ما ينفعش ابدا تبدا حياتك بزياده وزن، وزياده الوزن يعني تعوق احلامه. 21 سنه النهارده، 21 سنه كنت بتشتغل ايه يا استاذ سليمان؟ انا معايا شغال في الورشه، معايا ورشه مغسله وزيت وكاوتش. يعني حاجه فيها حاجه حركة. محتاجه حركه طبعا ولازم. هل فرق معاك ايه من قبل البعد؟ يعني كنت اطلع فوق العربيات بتاع. لو شايفاك مش شايك ولابس جاكيت ايوه لازم بقى يعيش حياه جديده. ايوه امال ايه يعني لازم يعوض. تكسبش يعني تقد ابني. لا طبعا في لا خلينا ناخد من الاول يا سليمان، انت ايه اللي خلاك تاخد قرار انك تخس، وازاي تواصلت مع فريق دعاء سويل؟ انا كان معايا ابن خالتي هو اللي بعت لي اللينك بتاع الدكتوره على الفيس.
الكلام ده من بدري. يعني هو شافها بقى وهي بتتكلم. أيوة وبتتكلم التخسيس اونلاين ومن غير حرمان وهتاكل كل اللي انت عايزه، فاقتنع بالكلام. هي دي، هو ده سليمان. راح قال لي تابع مع الدكتوره دي وكويسه. كنت انا راح اعمل عمليه بصراحه. كنت رايح تعمل عمليه؟ يعني انت كنت واخد قرارك لدرجه انك هتعرض نفسك لحاجه خطر وانت مش عارف بعد كده عواقبها ايه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا شيف برضو، انا ليست ضد اجراء العمليه الجراحيه اذا استدعى الامر لذلك، واذا كانت اجراء العمليه الجراحيه للتخلص من زياده الوزن هي الملجا الاخير لمريض. في الاول الطبيعي بنعمل ايه؟ اعمل دايت وافشل، اخد مكمل غذائي وما يجيبش معايا نتيجه، في الاخر بعمل عمليه. لكن انا ما جربتش دول وبسرعه اروح للرقم 3. لا، اذا انت اذا انا فشلت معاك الحمد لله، مش هفشل اكيد الحمد لله، ومبادره النجاحات اهي يعني موجوده معايا. هو لو دخل على الصفحه هيلاقي ادري من 3 سنوات واربعه وفاقد 70 كيلو، ومحمود 75 كيلو، وقبل كده كان في هبه خسه 70 كيلو. موضوع الموضوع صعب، مش صعب. علم التغذيه هو علم كبير وليس معقد، وانا دكتوراه في علم التغذيه البشريه، وده مش طب على فكره يعني عشان الناس تفهم يعني. علم التغذيه هو علم فوائد الثمار. ان انا المفروض عارفه خلاصه العشب ده يعمل ايه هنا، وايه خلاصه ده فيقفل الشهيه هنا، وهنا عندي حرق ضعيف، فدور في علم التغذيه ما هي الثمار التي تعلي الحرق داخل الجسم الانسان وبسرعه ارشحه له. الموضوع افهم كويس حاله مريضك وبالتالي تقول المكمل الغذائي المناسب لتلك الحاله. هنا شهيه عاليه، بياكل في اوقات متاخره، ما عندوش لايف ستايل، انا لازم اقفل له الشهيه. طب المريض ده ما بيحبش يعمل دايت، مش لازم، انا اشتغلت بمدرسه الكميات وليس النوعيات. فانا بسرعه بديله 5 ملي جرام من البسيليوم، وده في كورس البيستم مرخص وزاره صحه، يحتوي على مواد عشبيه طبيعيه امنه على الصحه، واقولها مرارا وتكرارا علشان الناس تفهم. في كتير مكملات غذائيه تخسسك ولكن مش بصحه، خد بالك ان هيكون في عواقب. انا بتكلم ان كورس البيستم مرخص وزاره صحه، احتوى على 5 ملي جرام من البسيليوم، خلاصه برومالين، معنى ذلك انه منظم جيد لحركه الامعاء. ايه تاني؟ انا مش عايزه البشره عندي تتضرر. لو نرجع لصوره سليمان تاني، يا ريت يا جماعه ننزل طيب الصور تاني. البشره مش متضرره ما شاء الله. الشعر عندي سليمان راجل، يمكن موضوع الشعر ده مش فارق معاه، اما السيده لا بقى بيفرق دلوقتي، خصوصا في سن الشباب. يعني الشباب انت عارف عايز يعمل قصات بقى طبعا، وعايز يغير في اللوك بتاعه. والله ربنا جميل يحب الجمال وان يبحث عن الجمال لا يقتصر على المرأة فقط. يعني انتوا شايفين جين مراحل المراحل ما شاء الله يا سليمان، والله برافو عليك بجد. ولسه مكمل مكمل، ده سقف الطموحات بيعلى. طبعا انت واخده بالك. فهنا انا اديته فيتامين سي عشان عايزه نضاره البشره، كريم لينوكس او الازيرا، الاثنين مرخص وزاره صحه، علشان وهو بيفقد 10 كيلو ما يبقاش عندي ترهل في الجلد بسرعه، بيدهن يوميا مساء، اي ممكن لبس سبورتيف يديله حراره. فالصبح بيكون، وطبعا ينتز الكريم ده بخلاصه الكولاجين، وده معروف ان هو ما بيعملش بقى، بيضيع العلامات اللي هي ستريتش ماركس دي، التفتيحات مكان دايما. في ناس بيقلقها شكل الجسم من جوه. يمكن سليمان برضو عشان راجل مش هيبحث عن ده، ولكن انا بتكلم بالنسبه للسيدات. انا بقى وانا بخسس من يعاني من زياده وزن او بساعده في فقدان الوزن، ما بيفرقش معايا راجل او ست، المهم انا عايزاه في الاخر يكون بيخس ويكون زي القمر كده. ما هو زي سليمان، وما شاء الله اللوك بتاعك اختلف تماما. تماما يا سليمان. دلوقتي بتقدر تلبس بقى كل اللي انت عايزه. ايوه اللي انا عاوزه بشتريه. يعني الاول كنت كان في تنمر يا سليمان؟ ايوه طبعا. كنت اجيب لبس طبعا، كنت اقعد الف اتعب على اللبس بتاعي. لما دلوقتي في اي مكان اجيب اللي انا عاوزه، اللي انا عايز البسه. و66 كيلو ما شاء الله في 5 شهور ونص. طبعا قبل كده انا جبت اللي خست 40 كيلو في 7 شهور. انا بتكلم بكل صراحة الحمد لله يا رب ووضوح، ويمكن الأمانة دي اللي مخلياني الحمد لله الناس يا رب دايما أكون عند حسن ثقتهم بيا. يعني أنا هنا خس 66 كيلو في 5 شهور ونص، أول 5 شهور ما ينفعش أقول إن أنا خليته خس 20 كيلو في الشهر. أنا لا أقول أمال مش منطقي يعني أمال وطموحات ويبني عليها الناس، لا ما بعملش ده. أنا عارفة هنا ما شاء الله الحرق كان مظبوط جدا، مشكلته كانت شهية عالية، قفلنا له الشهية. وطبعا المكمل الغذائي اللي قفل شهيته وخلى ما بياكلش عناصر غذائية كتير، كان هو يعني معوض أو كبديل غذائي. بيهمني جدا إن أنا يكون بيخس وهو مش مضغوط.
ما يبقاش تحت هيدك نفسي اللي هو انا جعان اتاكل ايه؟ طب لا انا بقفل لك الشهيه يعني هتاكل عادي وقت ما تكون لو حسيت انك جعان هتاكل عادي بس هتاكل ايه؟ اه كلمنا بقى يا سليمان عن الحته دي، كنت بتاكل عادي جدا طول الفتره اللي انت خسيت الكورس فيها. اه كنت باكل اللي انا عاوزه. وانت بتاخد الكورس التخسيس كنت بتاكل عادي جدا؟ اه باكل عادي. ما حدش مثلا منعك من حاجه؟ لا لا، الدكتور قال، كنت متابعه مع الدكتور احمد. قال لي احمد زيدان، هو بيتابع مع خبير التغذيه احمد زيدان من فريقي، تحيه طيبه ليكم جميعا لان ما فيش حد لا والله احسن بس من التاني. الدكتور احمد زيدان بصراحه راجل باله طويل. لا والله والله يبارك له بصراحه. كانت المتابعه ازاي بقى يا سليمان؟ احكي لنا كده عن المتابعه. المتابعه كان كنت بتابعه اونلاين على الواتس، ابعت له مثلا، بعت لي العلاج هو كل اسبوع، يعني لما بعوزه على حاجه ببعت له يرد عليا في نفس الوقت. هو من نفسه كل اسبوع يرن عليا، يا سليمان اخبارك ايه، وزنك ايه، يعني لو انت جيت في اسبوع انت ما بعتلوش او ما اتصلتش بتلاقيه هو اللي بيتصل بيك. من نفسه كل ست ايام لا بعت لي، يا سليمان وزنك اخبارك ايه، عامل ايه، حاجه تعباك، يقول لي مثلا خد كذا كذا. لو يفضل يعني ماشي معاك كده خطوه بخطوه. والله ما في اسبوع منفوت، كل اسبوع يرن عليا عشان كمان يشجعك ان انت تستمر اكتر. طب انا جيت في اول شهر ده خدت الكورس، انا واحد بص ممكن اقعد في المحل اليوم كله شغال واجي اخر الليل ايه اروح واكل ونايم. جيت في اول شهر ده طلبت العلاج، حسيت فيه وكنت 100 100 بقى، كنت ماشي على النظام صح. قلت له يا دكتور انا مكسل. قال لي انا ما اسمعكش تقول الكلمه دي تاني، احنا لسه في اول المشوار. الكلام ده انا فاكره في اول شهر. والله بصي اداك دفعه، اداني دفعه. يعني انا كل كنت تابعت مع ناس كتير، والله ما في حد جاب معايا مفعول. انا بقول لك لولا ابن خالتي انا كنت رايح اعمل عمليه ليه؟ تعبت. راح ابن خالتي قال لي لا تابع مع الدكتوره دعاء، الدكتوره دي ممتازه ممتازه ممتازه، واهو النتيجه قدام حضراتكم. طبعا النتيجه بنفسها ده توفيق من ربنا، بس الموضوع ما هوش اختراع ولا يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيوفق عبده. يعني الحمد لله الحمد لله، احنا يعني حريصين ان احنا مع بدايه كل عام نطلق مبادره وبنعمل بلان. يعني احنا حضرنا البلان لسنه 2023 اذا احيانا ربنا وكان في العمر عمره، وربنا يدينا الصحه جميعا والعمر يا رب. فبنبداها قبلها بفتره، ولازم نحكم البلان دي ان احنا مع كل مشكله لازم نلاقي لها ان شاء الله الحل. وعايز احنا هدفنا اسمى كمان منه، اعلى منه. هو فرد عنده مشكلة واحدة يعني ان هو عنده زيادة وزن. احنا مشكلتنا ان احنا الحمد لله على مدار 9 سنوات 7 مبادرات كلهم ناجحين، وكلهم اخذنا عنهم تكريمات في اكبر مهرجانات. بيوصل لهنا بيبقى بسرعة خايف من الخطوة اللي بعدها. فاحنا وعايزين يعني بعد ما يتوفانا الله يفتكرنا الجميع بان احنا عملنا شيء، ربنا يديك الصحه والعمر، فعملنا شيء فعلا الناس تقول الله يرحمها كانت ست بتتقي الله، كانت ست يعني بتشتغل بضمير. والحمد لله المكمل الغذائي الحمد لله الحمد لله اللي يرشح لاي حاله بيكون مرخص وزاره الصحه، امن على الصحه، وممكن يكون مرخص وممكن يكون امن بس مش فعال، يبقى انا نصبت عليك في الفلوس وانا ما بحبش ده برضه. انا دلوقتي بتكلم ان لازم يكون المكمل الغذائي مرضي ليك وليا نفسيا. لازم يكون بيخسسك بامان وانا انجح بيه، لان انا عندي هدف، عندي مبادره اطلقتها وعايزه انجح بيها، وما يتقالش ده السنه دي لا ما فيش حالات كتير ظهرت. حضرتك تقريبا من اول ما ابتدينا مع بعض يوميا الحمد لله الحمد لله فعلا حالات مختلفة عن نفسها صح وتتكلم هي. لان في حد ممكن يكون قاعد دلوقتي يتفرج علينا يقول ايه انا حالتي زي سليمان. ايوه انا انا 20 سنه وحياتي متعطله، بدخل المحلات ما بلاقيش مقاساتي، ممكن اكون بلعب مع اصحابي قاعد معاهم على الكافيه و اسمع نص كلمه نص الهزار جد. يعني اسمع كلمه تضايقني إيه حتى لو بهزار، يعني نص الهزار جد. التنمر، وفي ناس بتتنمر وما بتشوفش، يعني ما بتحسسي على اللي قدامها بالزبط. في مشاعره الكلمه توجعه. انا عايزه هنا اللي حد يتنمر عليه بزياده الوزن الكلمه توجعكش، انت تغير من نفسك، انت تقول لازم افقد الوزن، لازم انا اكون افضل، لازم انا احرص على اني اكون في شكل افضل، في صحه افضل. خساره الوزن مكسب في الصحه. دايما اقولها وما شاء الله ما يبقى 21 سنه فارق معاك نفسيا في حاجات كتير، وخصوصا بيقول لك شغله عملي، يعني شغله فيه أيوة حركه دلوقتي بقيت تشتغل كده تعمل كده. ايوه غير الاول. الاول لا الاول برضك كانت تتعبنا برضك الوزن، يعني كنت شايل وزن فوق وزني. يعني 66 كيلو وزن شخص. والله فعلا ولسه مكمل.
يعني طبعا فرق العيقه اللي بيقولها في الثقه اللي في الطموحات بيعلى لسه مكمل طبعا لحد ما اخلص خالص. سيبنا بقى من كل اللي انت قلته. انا عايزه بكل امانه ايه اكتر شيء دفعك انا هعمل عمليه او اخس او اعمل اي حاجه؟ ايه اكتر حاجه ضايقتك خلتك تاخد قرار انك تخس حتى لو بعمليه؟ مش هتقول انا على يعني حاجه ضايقتني. ايه اللي ضايقك لما انت كنت مليان عشان كده خدت القرار؟ باخد كنت بصراحه كنت باخد اللقاح بتاع الكورونا في قلب اللقاح. وبعدين ماشي بقى وجو نار مش قادر تمشي. لا كنت ماشي دخلنا جوه بقى الدنيا زحمه وده يبص وده يبص وده يبص في قلب اللقاء. يعني انت في ارض المعارضه دي كان في بقى في اللي فات والله وانا في قلب ارض المعارضه رحت راغن رحت طالب الكورس فجاه كده خدت وانا في لحظتي كده قلت طب انا ايه اللي جابرني انا على كده؟ ايه اللي جابرني؟ رحت طالب طالب من وانا صغير في السن ولسه قدامي المستقبل ولسه قدامي حياه كامله. ايه اللي يخليني احبس نفسي جوه السمنه بالشكل ده؟ انا لما اطلقت اسم المبادره السمنه ناقوس خطر هي فعلا خطر. خطر تخليك يعني مش عايزه اقول ان انت برضو يعني طبعا الجمال داخلي وليس خارجي ولكن الانطباع الاول بيكون بالشكل. لو انا رايحه اتجوز ولا رايحه اخطب ولا الشكل العام يعني ممكن يكون جواه احلى الف مره بس انا كعروسه ما شفتوش لسه من جوه عشان احكم يعني. حاجه تانية ان انا الشغل اللي انا بشتغله ده وشغل مغسله وكده يعني اكيد مش اقل من 12 ساعه فهشتغل اكتر كمان. طيب المحل بتاعنا يعني انا بنزل افتح هنا. انت طولك قد ايه؟ انا طولي 189. 189 الصح انه يفقد كمان 50 كيلو. مش كتير. 40 كيلو ما فيش مشكله. 40 كيلو عشان العظام اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها تشيل 90 كيلو باريحيه. مستحيل تلك العظام انها تشيل يعني ال 199 وتكون بنفس الاريحيه وما يبقاش عندنا الام في العظام ولا خشونه في المفاصل. صحيح. ولا يكون عندنا مش قادر يقف كعب رجله يقول لك بين احلامي مش قادر اقف اصل ركبي مش كل ده من زياده الوزن. وبستغرب قوي الناس اللي زي وزنها زائد ويبقى عندها مشاكل في العظام ويروح لدكتور العظام. لا الانسان طبيب نفسه. ادور على المشكله اللي نتج عنها المشكله واحلها. ما ادورش ان انا اخد مسكن. اصلا دكتور العظام اول كلمه بيقولها لك روح خس وتعالى لي نبقى نشوف المشكله فين. صح. اول كلمه وده على يدي وحالات كتير انا اعرفها. يعني لا بتروح لدكتور العظام يقول لا خسي الاول حتى لو مشاكل في الظهر في العمود الفقري مشاكل في اي جزء في العظام روح خس الاول وتعالى نشوف المشكله فين بعد كده. علشان انا مش هحل مشكله نتجت عن مشكله المفروض ان انا بحل المشكله بالظبط بحل المشكله الاساسيه. يمكن سليمان كان عنده الشجاعه انه يجي يروي وصوره قبل وبعد. انا عندي حالات يعني الاف مؤلفه من الحالات بتحرج انها تيجي تقول إن ومنهم ممثلين على فكره ان مش هقدر اقول ان انا خسيت لا ده انا عملت عزيمه او انت لما تيجي تحكي ان انا ما عنديش عزيمه فيبقى قاعد حد قدامك بيتفرج على حد ما عندوش عزيمه وبالتالي يقول له لا خلي عندك عزيمه. يبقى انا سبورت قوي لمن يعاني من زياده وزن انه يقلدني. صح. ويقلدني في الشيء الطيب. ولما جه اتكلم مع ابن خالته وابن خالته رشحنا والحمد لله كنا عند حسن ظنهم وخسسناه 66 كيلو. وانا في حالات بتحرج يعني اللي انا حالات اللي الحمد لله بظهر بيها دي يعني هذه ليس بكل انجازاتي. برافو عليك يا سليمان والله بجد. طيب احنا بقى عايزين الناس اللي بتشوفنا دلوقتي مشاهدينا الكرام اللي شايفين حاله سليمان اهي قدامكم الاول ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه تقدروا تتواصلوا عليها علشان ممكن في يوم من الايام اللي دلوقتي زي سليمان قبل ممكن يبقى زي سليمان بعد ان شاء الله. يبقى ارقام التليفونات موجوده قدامكم على الشاشه. صفحه الفيسبوك هننزلها لكم الموثقه بالعلامه الزرقاء الموثقه بالعلامه الزرقاء اهي لازم نقول لكم الكلام ده لان في صفحات كتير بتاخد الاسم منتحله الصيف ويدخلوا يقولوا لنا احنا عايزين نستخدم ده ازاي مش عندنا حبايبي. طيب انا صفحتي العلامه الزرقاء يا جماعه جنب الفيسبوك بالعلامه الزرقاء دي صفحه الفيسبوك وهننزل لكم كمان صفحه الانستجرام دلوقتي قدامكم برضو عشان تبقوا عارفين شكلها. كل خبراء التغذيه الفريق كله بيرد عليكم سواء على صفحه الفيسبوك او على الانستجرام بالظبط. وارقام التليفون عشان بيبعتوا يقولوا بنلاقيكم مشغولين ده من كثره الحمد لله الاتصال يعني. طيب احنا معانا نور الهدى. يلا يا نور اهلا وسهلا. اسمك جميل.
عليكم السلام، ازيك يا نور؟ عامله ايه؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ بخير والله، فضل ونعمه يا قلبي، اهلا بيكي. ازيك يا شيف؟ الله يسلمك. قولي لي، اكلم الدكتوره دعاء لو سمحتي؟ اتفضلي، هي سامعاكي، اتفضلي. انا مش سامعاها. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ في نعمه والله. زي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. والله انا بشكر حضرتك جدا جدا. يا رب يخليكي. قولي لنا تجربتك يا نور. والله انا ميرسي على المكالمات دي، بتسيطنا يعني. سلام يا سلام، يا رب يخليكي. يا رب يخليكي، ميرسي. حضرتك تابعتي معانا ولا لسه هتتابعي ولا ايه؟ لا ده انا متابعه مع الاستاذه ايميل. مين؟ مع مين؟ مش سامعه. مع الاستاذه ايميل. لا انا مش سامعه برضو. الاستاذه ايميل. ايمان؟ ايمان. إيميل. إيميل. إيلين. 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 في حد؟ إيمي. 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 معلش عشان الشبكة بس، لأن أنا في الغربية. أهلا وسهلا بكل أهل الغربية. أهلا وسهلا. أهلا بيك. بقالك قد إيه يا نور؟ أنا بقالي 7 شهور. ما شاء الله. طب خسيتي كام فيهم؟ حلو قوي. أنا عندي 58 57 سنة. صوتك صغير بقى وعمتها. صوتك صغير. ما كنتش بمشي خالص خالص، وكان عندي هشاشه في رجليا، والحمد لله خسيت 25 كيلو. ده حلو ما شاء جدا الله. على السن 58 سنه طبعا. حلو جدا طبعا. عندي ضغط، وكانت قايمه من جلطه. يا حبيبتي الف سلامه عليكي، الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. قايمه من جلطه، وبعد الشر عنكم وعن السامعين، وربنا يديك الصحه ويشفيك ويعافيكي ربنا. ضغط مرتفع صح؟ طب فكرتي تعملي دايت قبل كده، او تشتري مكمل غذائي، او تفكرتي انك تخسي مع حد قبل ما تتواصلي مع حد من فريقي؟ لا لا والله ما عملتش اي حاجه من دي خالص بصراحه يعني. ودلوقتي احنا مبسوطين طبعا يعني، ان احنا عند حسن ظنك وقدرنا نفقدك 25 كيلو. وكملي، برافو عليكي. وكل ما هتفقدي وزن اكتر هتتحركي يعني. يعني برضو هي حالة مرضية خاصة، أكيد بتاخد أدوية برضو، بتاخد حاجات، فكون إنها تخس بكل حالة صحية وفئة عمرية وكيفية التعامل معها. يعني مدام نور الهدى، هل أقدر أتبع معاها نفس الكورس بتاع سليمان اللي هو 21 سنة اللي هو أصغر منها سنا؟ طيب سليمان راجل وكتلة عضلية عنده طول العمر لا يتأثر عملية الحرق عنده. هو الرجالة كده حظهم حلو يعني، عملية الحرق عندهم لا تتضرر على مدار العمر. أما بالنسبة للمرأة من ال 30 لل 40 مع كل سنه تدريجي بتفقد القدره على حرق 50 سعر حراري. ده في حاجه كمان، ان بعد انقطاع الدوره الشهريه ولخبطه هرمون الاستروجين، ده بيكون كمان يلتف خلايا دهنيه حوالين الخصر ويعطل عمليه الحرق كمان مره. يعني الحرق عند المراه يتضرر مرتين على مدار عمرها. ف 58 سنه اكيد قدرنا نعلي الحرق الحمد لله، قدرنا ان احنا نفقدها 25 كيلو من الشرقيه، وتحيه من الغربيه، وتحيه طيبه لكل اهل الغربيه، ومبسوطه جدا بتليفونك. فرحتينا يا نور والله، وربنا يديك الصحه والعافيه يا حبيبتي يا رب. معانا كمان ياسمين، ام ياسمين. ام ياسمين. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام ياسمين؟ تمام الحمد لله. ازيك يا دكتوره دعاء؟ اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبه قلبي؟ ازيك يا شيفالي؟ الحمد لله يا حبيبتي، اهلا وسهلا. الله يخليك يا رب يبارك. اتفضلي، احنا معاكي وسامعين. تحت امرك. اتفضلي. انا كنت تابعت مع الدكتوره دعاء بس من طريق الاستاذه ايمي. الاستاذه ايمي؟ الاستاذه ايمي. ايمي. كنت 150 وصلت ل 140 حاليا. كنت ايه؟ كنت 150 وبقيتي 140 صح؟ ايوه. في قد ايه؟ صحي. يعني انا متابعه معاها بس من شهر واحد. بس الكورسات اللي كنت اجيبها مش ورا بعضيها يعني. طيب التزمي. ليه بقى؟ دايما اقول ما توقفش قبل ما تتخلص من الوزن كله. لان في تطور للحاله الصحيه. النهارده انا شهيه عاليه، فبسرعه بعلي الحرق الكورس اللي بعده عشان ما يحصلش عندي ثبات وزن، كمان بقفل شهيه تاني واعلي الحرق علشان اقدر اغير. كمان لما بعد كده في الكورس الثالث بشوف ايه الاماكن الاكثر عن الاخرى، فبتبقى مكان دون الاخر، فبسرعه بديها كورس السمنه الموضعيه. لما بديها سمنه موضعيه يبقى وبعد كده يحصل لها ثبات وزن، وده بيحصل ل 90% من الحالات، بفهم ان الجسم تخلص من الدهون السهله اللي هي الاحاديه والثنائيه، وتتراجع للخلف الدهون الصعبه
الصعبه العنيده اللي موجوده داخل الجسم ذات الامد الطويل اللي هي الدهون الثلاثيه المتماسكه المترابطه. كل ده بيكون في دماغ الخبير او الخبيره وهو بيتعامل معاك، فما تجيش تاخد قرار فجاه. كنت لسه اقول لك ننصح ام ياسمين بعد ايه؟ بصي يا ام ياسمين، اسمعي يا ام ياسمين كويس النصايح دي، تواصلي ولو عندك اي مشكله في اي شيء اطلبي ان انت تتواصلي معايا، وانا بس انت ما توقفيش، انت 150 النهارده 140 حتى النفس وحضرتك بتتكلمي، انا حاسه انه مجهود عليكي لسه صح؟ محتاجه تخسي كمان. انا حسيت برضو بنفس لا هي قفلت دلوقتي معانا وهي بتسمعنا بقى دلوقتي. طبعا الخلايا الدهنيه انا حسيت بصوتها فينا هجان شويه، ده نظرا لوجود خلايا دهنيه على القلب هنا على الصدر هنا في منطقه البطن، هو كل ده يعمل عدم تنظيم في النفس، فبيبقى فينا هجان ان انا مع كل كلمه باخد مش قادر اعمل ده، فده من زياده الوزن. لما بتخلص من الدهون دي بقى بتكلم بنفس هادي، وعلشان كده ومفيش حاجه اسمها انا اخدت ووقفت وارجع تاني، ما انا هاخد واوقف ومن غير ما اثبت فهرجع ازيد تاني فارجع ابدا تاني. المفروض ان انا باخد كورساتي متتاليه ورا بعضها. وبمناسبه الكورسات انا كنت لسه اقول لك قبل ما نختم وقتنا بيجري، عايزين عروض. يعني سليمان هو لوحده حافز وهو دلوقتي بيشجع ناس كتير بتتفرج علينا، لا عروض بقى تشجع اكتر. هو انا مبسوطه من سليمان جدا، حاله 66 كيلو يعني ان انا خسست 66، ونحسب مع بعضنا كمان 3 شهور كده كمان نجيبه خاسس لحد 90 وان شاء الله. ما يعني ولسه مكمل شفتي ابصي ان شاء الله مكمل لحد ما اخلص خالص، ما لغايه ما توصل للوزن اللي انت عايزه بقى خلاص. النهارده يعني في ناس بتجيلي من جنا والله، ناس جات لي من جنا قرايبي جم خدوا رقم الدكتور، انت خسيت ازاي انت عملت عمليه؟ قلت لهم والله العظيم يا جدعان انا ما عملت عمليه، انا ماشي مع الدكتوره دعاء. عندنا حالات كتير من هنا، وتحيه طيبه واهل ابويا الله يرحمه كانوا من هنا، فتحيه طيبه لسلام. طيب العروض بسرعه عشان ناخد يا جماعه برضو، واحنا بنقول العروض هناخد صفحه الفيسبوك تاني والانستجرام، عشان لو التليفونات كانت ما بتجمعش معاكم بسهوله هيبقى عندكم الفيسبوك والانستجرام. عروض النهارده من دلوقتي للساعه 12 بالليل 40% خصم، اتنين كورس عليهم كورس هديه 40% خصم، 40% خصم، وكمان اتنين كورس عليهم كورس هديه. طيب عايزين نقول كلمه بقى للناس اللي كانت من الاول خالص تسمع كلمه تخسيس اونلاين تستغرب، او عارفه اللي هي ما تقتنعش يعني ايه اخس اونلاين. بسرعه كده عايزين نديهم كلمه قبل وقتنا ما يخلص. عايزين نقول لهم ادخلوا على الصفحه وشوفوا الحمد لله الحالات، شوفوا الحالات قدامكم، وهي الحالات دي هتديكوا دفعه، الحالات دي ليهم اهل وليهم جيران واكيد عارفين انها الحمد لله مش فيك. طيب وكلمه بقى لسليمان كده نشجعه بيها انه يكمل مشواره ان شاء الله. سليمان زي القمر مش محتاج مني كلمه. طب انت يا سليمان تقول ايه للشباب اللي في سنك اللي هم دلوقتي عندهم سمنه بس لسه مجرد عاملين يتفرجوا علينا ويسمعوا بس؟ خشوا على طول ياخدوا رقم خشوا على الصفحه على طول ياخدوا رقم الخبير يرنوا عليه. انا مبسوطه ان من ضمن نجاحات السمنه ناقوس خطر سليمان بصراحه. بجد انا فرحانه بيه، وخصوصا كمان ان دي ورشه مشروعه يعني ده شغله يعني رس ماله، كان مش قادر يشتغل مش قادر يدي فيه، عنده طاقه اكتر شغال طبعا اكتر يكبر مشروعه معاه اكتر واكتر ان شاء الله. عمره ربنا يديله الصحه والعمر يا رب يبارك فيه. الله نورتنا يا سليمان، بشكرك يا حبيبي على حضورك معانا، وبشكر حضرتك على الحالات الجميله الواقعيه اللي بتيجي معانا اللي دايما دايما بتبقى داعم كبير قوي قوي لكل الناس اللي بتتفرج علينا. بشكرك حبيبتي نورتيني. اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من الله دايما ان حلقاتنا على طول تفيدكم وتعجبكم من اولها لاخرها. اشوفكم على خير في حلقه جديده تعجبكم اكتر واكتر، وسلام عليكم.